كوبارسي يا أسطورة. طارق، جيب لي قال الخيط ديالي وجيب جيب إزار معاك. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلايس. يا الغدار بدا. لا ويلي ويلي على بيدري. لا لا مشيو لدروكبا هو الاول اللي ديجا اصلا انا عندي، يعني الى شي واحد من الهايلايت طاحوا فينا بحال كوناتي ولاد ايزك. اوه هايلايت، وات ذا فاك، ماشي هايلايت. ما تقولش لي عاوتاني دروكبا مدوبل، ناري غيهرب ليا، ناري ما تقولش لي دروكبا مدوبل، والله حتى هو بويا لا بلاجيا بيا سويو لا ماري. يو مرحبا بكم معايا الخوت في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي ريكورديو بي اس اللي دارت الميزاجور الجديد ديالها نهار الخميس اوف كورس كيف العاده. سو عندنا اليوم واحد تفتيح باكاجات في الكونت اساسي والكونت احتياطي. سو اللي كيشوفني اول مره ما تنساش واحد لايك سبسكرايب كومنت ليتس جو تو اور فيديو. المهم هنا كيف ما كتشوفوا معايا الخوت عطاو واحد الحمله جديده من بعد الحمله الاولى اللي كانت في بي اس دخول بي اس 25 زعما، دابا عطاو حمله جديده اللي هي 800 مليون واحد تيليشارجا هاد اللعبه. عندنا في هاد الحمله هادي غادي تكون 300 كوينز، هاد 300 كوينز غادي ناخذوها من اوبجيكتيف يعني الميسيوات عاد باش عندنا يعني تسجيل الدخول ملي كتكون دخلتي من مورا جوج ديك ثلاثه يعني ولا الغد ليل الصباح، يعني كتكون واحد الحمله ديال 100 كوينز اللي مقسمه. بالنسبه للباك اللي داروا عاوتاني عطاونا في هاد الحمله يونايتد وعطاونا برونو فرنانديز، ها هو غادي ناخذو معكم في الفيديو. عطاونا برونو فرنانديز اللي سبعونا كارطات عليه، وتا واحد اغلبيه ما تقصر به الا صحاب يونايتد زعما اللي عزاز عليهم النادي. بالنسبه لهاد الباك هذا راه هو اللي كاين في المهمات عاوتاني كيف العاده لهنايا اللي يبغى يعرف فين زعما شي بلا ما عطاونا الدوري الاسباني راه فيه باك فابور تشانس ديل على لعاب الاسبوع اللي نزلوا. اند باي ذا واي الريال خسرات بواحد لزيرو على قبل واحد بيلانتي باركا هاد الخصيم هذا ماشي كود بالمر هذا. انا ربي يا سيدي انا بقيت كنضحك وبنادم ناري الريال اللي عندي غير يتقلقوا ما علينا. المهم جوناثان ديفيد وانا ديجا عندي واحد البطاقه ديالو، از ماتر اوف فاكت عندي جوج ولكن ندخل غير واحد احتياب بالبوستر. انا المهم ندوش على هاد الخطه، راه قلت هي باش قصرت بها الدوري الاسباني باش خليت بهذاك الباك داغيا. هادي الميزه ديال انك عندك لعابه بزاف باش انك تقدر دير مثلا الدوري الاسباني ولا الدوري الانجليزي على حسب داك التحدي اللي غادي يعطوك. نمشيو لليجندري اللي هي ديال الخطه ديالي زعما الاساسيه. المهم ها هو جوناثان ديفيد كما كتشوفوا هنا، هذا بالبوستر كاع بحال الاخر غير هذا البوستر ديالو ما عرفتش واش دالي لي هنا الهيدن اجيت ونشوفوا واش عنده هيدن هنا. هنا ما عندوش، مع ذلك ان ديفيد صراحة هذه النسخه هذه عجبتني كيقصر مزيان. عاد كاين النسخه ديالو الاخرى اللي حتى هي وقع شحال كتوصل، حتى هي كتوصل 99. شوفوا الطاقات التعادي فين في الدوري الفرنسي 91 وعي هجومي 88 فينيش سبيد 92 اكسلريشن 98. نمشيو دابا للباك ديالنا الافتتاح، ولكن قبل ما نمشيو نسيني ومع شي لعاب هنا نشوفوا بعدا كاين شكون. كاين كور بالمر حطو دابل التاتش، شكون اللي بغي زعما في هاد الباك؟ فان ديفن سبيد عندو 92 يعني ديجا هاي كده نقط سبيد عندو ديجا ناضي. فان ديفن معروف بالسرعة ديالو، اما الاخرين الصراحة يعني ما كاينش شي اشكال كبير شي لعاب نيت لي ناضي نبغو. حطو الدوري التركي ماش حاطين سانت ماكسيمين ولا كي نو ما حطوش ماكسيمين. باقي الباك ديال يونايتد. المهم هنا حطو باك شو تايم فورتريس فيجنري باس، بغيت نسبيني حتى شي حاجه على هاد البلان هذا غير باش مي ما يعطونيش اي باش زعما نجمع قبل نيمار. اوكي نمشيو لدروغبا هو الاول لي ديجا اصلا انا عندي، يعني الى شي واحد من الهايلايت طاحوا فينا بحال كوناتي ولاد ايزك المهم شي واحد لا باس به وصافي. اما دروك بركين باك يعني ما كاين لا شي يبقى عندي هنا محطوط لا مي يمشي. اوه هايلايت
What the fuck مسي هايلايت؟ ما تقولش لي عاوتاني دروك بوم دوبل، ناري غيهرب ليا، ناري ما تقولش لي دروك بوم دوبل، والله حتى هو بويا لا بلاجا بيا سوبيو لا ماري. وتف دا بنادم باقي ما خداش دروك بو انا جيني مدوبل وات تي سي سي استغفر الله والله يتعرف ليا حقا وبنادم ما جاش دروك باقي ما جاش انا جيني مدوبل وات اي كانت بليف برو كنت معول على هايلايت قلت انا راه هذاك الضو خضر من الداخل قلت صافي يجيني ايزاك كلشي واه دروك بدا عندي صاحبي شغل ندير بدروك فين وات ها هو وهذا مطولات من تطويله بعدا ديال الفريكي كا كيزيد لي الفينيش اللعيبات انا ديت عندي دروك بدا هو راه يحمقوني هذا والله حتى هو يحمقوني حق الرب خذ واحد وزيد ديك الاخر فابور ولا كيفاش شوف بعدا واش سديت هذا ما سديتوش ها سديتوش سدادا نشوفو الاخر هذا اللي عرف ليا هو ها هو التاني هو دابا اش غندير انا مكرهتش كون هكا نلعب في بلاصة ديال بيدو لا هلا ندوز دروكباتنا دروكبا واعر صراحة ناضي وجا عندي جوج مرات او بوي او بوي وساكن وانا الدراري صحابي حتى واحد فيهم باقي ما جا دروك بو انا جاني جوج مرات والله حتى غيهرب ليا حقا ناري على كونت كيدير انا ما كرهتش الصراحة ما تقولش ليا دابا حليتو هنايا جاني هنا في الكونت الاحتياطي مو هاد كاع باش غادي يجي والله حتى هرب ليا حقا ما علينا تخيلوا معايا دابا يجيني الا جاني ديفيد هنا ولا كول بالمر من هاد المحاولة الفابور غنعرف بأن الزهر اليوم كنت نقول ملوع مولع الحد مولع معنا اليوم سير إلا كان كما قلت لكم خديت جوج لعاب واحد منهم يا كول بالمر يا جوناثان ديفيد غادي نسبيني على باك ديال شو تايم والكر مزيان أوكي نشوفو على حسب شكون غيجي زيد كاين شوية دعاء لعيبة هادي دخلت الهايلايت المزيان أما الآخر تا هرب ليا ودروك بجوج مرات واتفك إذا شكون ديفيد ولا كول بالمر تا واحد جانا كان كين يعني لي كان يعني كان اوكي اذا ما جاش هذا اش من بلاي ستيل ديالو دي بلاين فور المهم في هذه الحمله هذه هاي نوضع لكم هذه الحمله هذه جات 8 مليون دولار كامبين راه غادي يعطوك تقريبا هي اللي فات 300 كوينز ولكن الفرقه حتى هي يمكن ها نتوما دابا 50 كوينز الاولى قالت لي عليها باش نشوف هذيك واش خدينا شي وحده هاي خدينا هذه من الماتش يعني ربحنا واحد الماتش اللي اونلاين يمكن نجي نشوف نتيم ايفنت ماتش المهم ربحنا واحد الماتش عطاونا 50 كوينز زائد 50 كوينز ديال الاونلاين ماتش كيعطيو نهار الخميس هي 100 وهنا عاطينك 50 اخرى هي 150 هاي تكمل غير الاوبجيكتيف 7 على 8 على عاوتاني تنزل الاخرين يمكن حتى نهار الاثنين حيت غنكونوا دابا سالينا مثلا الخميس غنكونوا مثلا حدينا هادشي كله يعني نهار الاثنين قدو يديروا ميساج عاوتاني يعطونا شي ميسي وجدات باش غادي نكملوا 50 كوينز هادي باش نوصلوا 18 على 18 عطاو علينا وعاد 50 كوينز الاخر اللي هي 28 دابا كيبان ليا غادي نمشيو للكونت الاحتياطي مهم الكونت الاحتياطي الخوت كيف ما كتشوفوا معايا راه هو هذا حاليا so far so good ومن هنا كتعاود ثاني لاعب نسيت انا الجيم بلان حق ما بدلتش خصني نبقى نبدل باش نخلي شي وحده ديال التحديات وحده عاديه نسيت المهم دابا هادي غادي نخليها ونتمنى غادي نشريو المدرب بيب غوارديولا دابا غندير اوتو باش يرجع لينا الاكيب كيف ما كانت يعني احسن من دي قبل شوفوا واش نسينا شي واحد هنا برا جانا خونا هذا في الدوري الانجليزي تا هو جديد هادو راس حرب مع ديمين ديال بيزيت شكون اخر مازال نقدر ندخل صافي اي ثينك هادشي اللي كاين بدا نشوفو الخطه دابا خصنا نقادها مزيان كلشي هو هذاك صافي كلشي هو هذاك نمشيو نشوفو دابا داك الباك خليت خونا ندربو الدوري الانجليزي تو كنحتاجو ندربو
شوف بعد الميشن شنو عندنا هنا اوبجيكتيف العادية دي. دابا هنا في بيلانتيات بغيتي نشوف فين وصلت. هنا اللي بغيت دروك بالصراحة في الكونت الاحتياطي اللي بغيت دروك ما بغيتوش انا ف نشوف واش غادي نقدر ناخذ نوب تشانس ديل ديلي بوكس يعني انا وصلت هنا وصلت هادو يعني اي واحد في هادو غادي يعاوني في التشكيله مزيان غير هو سبعة ديال الضربات في بيلانتي وهنا خاص كيعطيوك الحق غير في ستة يعني غتوقف ليا عند هاديك الا ضربت ستة البوينت غتوقف ليا قبل من ضربة الجزاء هاديك الدوار اللي قبل من الكرة الفانية ديالي سو ما غاديش نجيب تشانس ديال اليوم دوماج ما علينا نمشيو دابا حنا للباك اللي كيهمنا بعدا كاينة بس كيعاون اصلا يعني عارفين دابا ديجا دوينا على الباك شكون كاين فيه على الله الكونت الاحتياطي يكون عندي الزهر فيه حسن من الكونت الاساسي بالنسبة للعبة الاسبوع اما في ايبيك راه الحمد لله باقي كنتفكر دروك بوز مرات كيجيني انا يهرب ليا كود بالمر هذا برينت وايت على هو انتقل لا ماشي هذا اللي كنعرفو صحابني وايت تاع الارسنال برينت وات ذا فوك سي بي عاود توقع هاد هو نفس سي بي هادو بغينا بالمر صاحبي ولا لا حول ولا قوة الا بالله عندي معكم واحد التحدي بيني وبينكم دابا هنا غادي نعزل دوري اسبانيا اوف كورس نعزل بارسا نشوفو الى قدرت زعما كي نربح 50 كوينز غتولي عندي 155 ديجا عندي 55 كوينز هنا يعني غادي نديرو واحد عجلة الحظ هذا هو التشالنج ديال غنديرو عجلة الحظ غنديروها على باك ديال اليونايتد اللي حاطين وباك هذا تاع الشوطه اللي حطو غافي مع والكر وغادي نديروها على باك ديال لعبة الاسبوع يعني هاد الثلاثه هما اللي بان ليا انا تستحق انك تفتح عليهم شي لاخر راه عادي صافي غندير عجلة الحظ من بعد ما نجيب هاد 50 كوينز هادو ونلعب معكم هاد الماتش هذا ونشوفوا شكون غادي يجينا اللي عزلت ليا ديك عجلة الحظ هي اللي غنمشي نسبيني فيها ونشوفوا معايا حتى هما اللعاب اللي جاني اوكي باش يكون الفريق اكثر متعه او صافي نقصر هذا التشكيل كيبان ليا كلشي مصايب ياك فيرست ان فيرست خليو التحدي تنشوفوا المدرب تغنساه حتى يزيد لي الطاقه تاع اللعابه الصوره غادي ينفعني اوف كورس طاقه اللعابه كتهم بزاف المهم غوارديولا ب 560 الف وانا عندي 623 ليتس جو تو الاستحواذ عرفت شحال هادي مقطه الاستحواذ ملي خديت داك المدرب ديال صربيا شحال هادي مقطه الاستحواذ دابا ناكتيفيها هنايا في الخطه الاساسيه ديالي هي الاولى لويس رومان ديرو هاد التصاب تيمبليت طق ها ميسي مي واحد باقي خصو يتطور باقي لا شتي علاش ما واصلش للحد الاقصى ديالو خصو يكون مي واحد تاو اكزاكتلي شكون مازال باقي خصو يتطور حتى دابا حتى هو اللي خصو يوصل حتى هو شكون اخر مازال هذا ما كنعرفوش اوكي نشوفو كيف الخصم ايوا صافي حتى هو يلا بادي الحمد لله صحابنا ان شاء الله صحابنا نلقى شي واحد ما هوش شي شحال زوين الجرافيك يكون هاي كتكون لاعب مزيان بكاليتي كتمتع في نفس الوقت عندك جمهور عندك سلاسة التحكم الاصابع ديال يدين وفينيسيوس نايس اول بليتس كور فينيسيوس واخا ماشي بليتس كور ايوا لا 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 واحد السيك العز توحشت السيك شرينا اصابة ليتس جو سبحان الله انت كتبغي تلعب بيس وتلعب شي المهم شي لعبه فيها الانالوج لعيب تحكم التليفون عاد ديك الساعه سبعة عندك شي عقو خصك تقلب عليه فين تمسح وي مبابي قال يا بابا سير العز الله يتصحابنا غير زكدا ني ري مبابي كون زكلتيها خرجت بوك سيكس يارد يا ليتكو هو دا لا صاحبي ما درتش انا فيك شوت حشومه عليك انا لقيت اودي اودي اوي هاي هاي ني 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 الحمد لله خلصت ديال السيجن اوف لا ويلي ويلي على بيدري لا لا سير 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 دوز ليفا ليفا تقيل نايس لا 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 لا
الله 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 هيك هيك قابي كمل كمل قابي كي دوز هذه فينيسيوس نادي ولكن دوماج ما كملاش ضغط ضغط الدراري اجي جي فضحتي طيب ايه ها دوز ايوه طب انت شفتي ايه ازعزع الله بينالتي ا فافور ديال ريال مدريد الله اكبر واو 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 كنت غندوز من وسطهم بجوج علاش رد هادي كوبارسي اسطورة طارق جيب لي الخيط ديالي وجيب جيبي زار معاك السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس يا الغدار بدا والله انت هادي سكيت برب ضروري خاصك تستمتع باللعب اما كاين شي واحد في الكون لا ماشي مهم كاين شي واحد في العالم لا ماشي تلعب ما كاين شي واحد اللي غادي يدير بحال هكا يكون رابح غير بواحد فريق هدف واحد فقط وهي بالك بالكا اي بالك زعما كاينه ديال سبيشال دابل تشاس في الجول علاش والله تيك تغندير فيك شوت وغنتير والحكم هذا حرمني من المتعه صاحبي ما كيزيد لا دقيقه لا جوج ايوا خالد حنا ان شاء الله نربحو كلاسيكو بواحد زيرو نتوما عزرا ديال واخا نربحو زعما واخا بلان بديت نبقى نشرح انايا راه نتوما فاهمين كتشوفوا معايا كلشي العاد دابا بغينا دقائق اكثر الحكا لان الحساب حنا 200 ليان بوي ما علينا يعني دابا غادي نمشيو لعجلة الحظ عندنا جوج سبينات اوكي ليتس دو ذيس المهم الخوت كاين خمسة ديال الاسماء حاليا اللي طاحت فيا شي حاجة غادي نسبيني عليها عندك الدوري الانجليزي الدوري الاسباني شو تايم لاعب الاسبوع يعني اللاعب ديال الاسبوع اللي فيه كول بالمان جونسون ديفيد والابيك ديال يونايتد واحد في هادو غادي نعزلو منه جوج اختيارات اوكي ليتس جو بسم الله اسباني وهنا سبيل الاول شنو غيطيح فينا الدوري الاسباني هيدو الدوري الاسباني دابا بقات لينا محاوله واحد حساب شنو غنديرو هنا ايبيك يعني باك ديال اليونايتد باك يونايتد والدوري الاسباني ليتس جو اوكي نبداو مع الدوري الاسباني عاد نشوفو هذا يا ربي يجيني رودريغو ليتس جو يلا يلا رودريغو ولا ما بغيتوش رودريغو المهم بيدري صعب واحد في الجوج شنو لي كاليتي مزيان باك زوين فيهم يا بسم الله يا ربي رودريغو نمشي لجول يقول البيون علاش هذا واه واش هاد الحبس اوكي هاد الكونط هذا ظهر فيه الدفاع يعني الدفاع لعب اسبوع دفاع هنا دفاع هاي هاي اوكي دابا هنا ايبيك يعني اللعابه ديال اليونايتد ما عرفتش غيطيح شي واحد هنا من الدبل بوستر اور نوت الله اعلم بسم الله الله اعلم شو ظهرك او لفه خادع يعني تخيلت انه غيجيني شي واحد مزيان تا هايلايت محال ممكن ما يجيش كاع تا هايلايت شي ما بلانش مبابي انا جامدو على مبابي هنا ولكن بلاتي حيت الفينيش ديال هاري كين حسن فينيش هاري كين 97 عرفتي النهار غناخد داك باك نيمار موجد ليكم واحد الفيديو واحد المفاجأة ناري عبارة على واحد التحدي انا عطيتكم تلميح فيديو جاي ان شاء الله في بي اس الى جمعت كوينز راه غادي يكون عباره على فيديو تحدي ثاني ما خفيفش هذا هاري كين درت فيك شوز قبيله ميسي لديكم لا خوف عليكم اليوم يفتتح التسجيل هزمنا اول ماتش ديالنا هزمنا الخصم يعني اونلاين تبان نتاكد غير واش زعما روبوت ولا ماشي روبوت ساعه تقنيت بنادم بصح سو بلا ما نطول عليكم بزاف اللي كتشوفنا اول مره بصح واحد لايك سبسكرايب كومنت نشوفكم في فيديو جديد تهلاو في راسكم بيس اوت